إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله
حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند
عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اپنی اپنی حاجتوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ائمہ طاہرین کا وسیلہ تیری خدمت میں حاضر کیا ہے اے میرے پروردگار ائمہ طاہرین کے وسیلے کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما پروردگار ہم ناقص ہیں ہماری عبادتیں ناقص ہیں ہماری دعائیں ناقص ہیں ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا اے میرے پروردگار تو کامل ہے تیری قدرت کامل ہے اپنی قدرت کاملہ سے ہماری اس دعائیں ناقصہ کو ہماری اس عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اے میرے پروردگار جو جو مومنین اس دعا کو سماعت فرما رہے ہیں اے میرے پروردگار ائمہ طاہرین کے وسیلے کے صدقے میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے میرے پروردگار جو جو مومن جائے شرعی حاجات رکھتے ہیں پروردگار ان کے حاجات کو مستجاب فرما اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کرہ ارض اس وقت ایک مصیبت کے اندر مبتلا ہے ایک وبا کے اندر مبتلا ہے پروردگار تمام بنی نوع انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرما اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما جو برسر روزگار ہم کرست حلال و طیب میں کوشادگی عنایت فرما اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو مریض ہیں جو علیل ہیں جنہوں نے التماع سے دعا کہا ہے پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں جلد از جلد شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما جو بے اولاد ہیں ان اولاد صالحہ عنایت فرما امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما ہم ان کے امان و انصار میں شمار فرما یا سادتی یا موالی یا انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الى اللہ وتوسلت بکم الى اللہ واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم ارجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا اولياء الله صلى الله عليهم اجمعين ولعن الله اعداء الله ظالميهم من الاولین والآخرین آمین رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.